لكن كمان خلينا نتكلم انه كان مهم جدا سهام انطلاقه العشره الاهلي، العشره الاهلي كل جماهير النادي الاهلي اطلقت هذا الشعار على العشره الاهلي ومشوار النادي الاهلي ده على طول بعد فوزنا على الزمالك 2-1 تفتكر في التاسعه على طول العشره الاهلي، وفعلا النادي الاهلي واولادنا وكانوا على مستوى الحدث امبارح، لان في اعتقادي كانت مباراه صعبه مش على المستوى الفني قوي للنادي الاهلي فنيا افضل، لكن على المستوى البدني على مستوى الاجهاد كلنا كنا قلقانين النادي الاهلي هيتاثر بالغيابات، اربع غيابات على مستوى كبير جدا على مستوى لعيبه كبيره على المستوى البدني، لا لكن النادي الاهلي امبارح ما شاء الله على الولاد زي ما بنقول الاهلي بمن حضر على المستوى التكتيكي بنحيي موسيماني، نتيجه كبيره 3-0 على المريخ، بكده احنا اول المجموعه، طبعا انت عارفه ان سيمبا التنزاني فاز على بيتا كلوب 1-0 لكن احنا الحمد لله 3-0 على قمه المجموعه، ده كان مهم جدا راس المجموعه. بالمناسبه التسعه كانت باقدام قفشه وطبعا العشره افتتحناها كلنا برضو براسيه قفشه، فدي صحيح. برضو حاجه عايزه احيي عليها قفشه وعايزه احيي كهربا وبواليا تحديدا، وهنتكلم بالتفصيل عن هذا الاداء والفوز بتاع امبارح، ولكن بعيدا عن الاداء النتيجه دي اكيد من امبارح بتدي رساله قويه جدا من فريق النادي الاهلي لجميع المنافسين في البطوله الافريقيه تحديدا، طبعا بتكلم انه الاهلي مش هيسيب اللقب الافريقي كمان الموسم ده.